رايزنج ستار معنا اليوم مارك حاتم، اسم اكيد صرتوا حافظينه من بعد ما اشترك ب ذا فويس، واكيد بعدها مكمله هالمواجهه والمنافسه يلي اكيد نتمنى لمارك فيها كل التوفيق. بس بكل الاحوال نحن سمعنا صوت مميز، سمعنا صوت غير شكل، وطبعا الحكام كمان سمعوا صوت مميز وغير شكل، مع انه كان عندهم شويه تعليقات، بس هالقد الصوت حلو هالقد عنده كاركتير انه كان الكل مفتونين فيه. اهلا وسهلا فيك مارك. بونجور. مبروك اول شيء الاسم يلي يمكن اشتغلت كثير بعالم الفن، بس اليوم مع ذا فويس الاسم يعني صح. انتشر برا، انتشر بلبنان. مزبوط. اسهل بكثير لما تفوت على بروجرام انترناشونال يوصل اسمك بسرعه. اسهل حتى من ذا فويس بلبنان اريبيا. خبرنا بالاول امتى بلشت تغني؟ بلشت تغني بعمر صغير؟ بلشت غني عمري 15 سنه، لما كنت جرب غني انا وصغير كانوا يقولوا لي سكوت ممنوع تغني. كان خيي ديجا خيي الكبير اكتشف صوته قبلي، ف صرت اتدرب معه، شوفه عم بغني جرب اعمل مثله، نشيز ناكل عيط بالبيت، وقفوا غنى، وقفوا لي غنى، شو هالخبريه بالبيت. لا وصل فتره صار صوتنا منيح وصاروا يتقبلوها. فاذا كنتوا عم تشتغلوا بدون ما تعرفوا على الصوت كنتوا عم تسلوا. مزبوط. على كل حال نحن شفناكم باكثر من برنامج كمان او حتى على الـ على الام تي في، وشفنا قد ايه الجو بيكون حلو بيناتكم، يعني في كمان علاقه بيناتكم حلوه بسبب الموسيقى. نعم. الموسيقى كانت سبب لحتى تكون العلاقه حلوه؟ بعتقد هي كانت اول سبب قدرت اتواصل فيه مع خيي، لانه بتعرفي على عمر صغير 4 سنين فرق يعتبروا يعتبروا كثير. هلا بعد العشرين بتبطل نفس الخبريه، بس انت وصغير يعني واحد عمره 10 واثنين عمره 14 في فرق كبير. اللينك الوحيد كان الغنى، انه كنت شوفه شو عم بيعمل، كنت جري بيقول لي لا هون مش هيك، لازم تعملها هيك، جرب اعمل هيك، عرفت كيف؟ كمان كنت عم تشترك بالكاراوكي وكمان كان عندك انجازات، خبرنا. بال 2011 كان عمري 21 سنه اشتركت بالكاريوكي وورلد تشامبيون شيبس يلي بتصير بكل بلد، وبترجع اللي ربحان بكل بلد بخوض الكومبيتيشن ببلد بيتنقى. ها دوري كان ايرلند، كنا 30 بلد من البلاد الكتير كبار، امريكا، المانيا، ايطاليا، استراليا، اليابان، الصين، كل البلاد الكتير كبيره، وقدرت اطلع الاول بالعالم، وكنت عم مثل لبنان هنيك. اشتغلت كمان مع الوي تي ام ار وبرمت جوله كثير كبيره ان كان بلبنان او خارج. صار لي سنه ونص مع الوي تي ام ار انترتينمنت، ومن وراهم بعتبر انه تطورت كثير على الستيج، البريزنس تبعولتي بدي اقول لهم ثانكس، وعم بخلوني اوصل لمحلات كثير بعيده ميوزيكلي. ليش مارك يعني بدك تكون تطورت لما طلعت على الستيج؟ في محفز اكبر، الجمهور بحفزك على انك غير تكون ملتزم اكثر بالموسيقى؟ غير الجمهور بحفزك، عندك عالم صار لهم 13 سنه بالمهنه عم بيشتغلوا سوا كاكيب وحده، بتكون على الستيج فجاه بيجيني واحد بيحكيني كلمه بداينتي بتغير لك الشو كله. واصلا يعني لازم تكون عم تجريهم، يعني تحاول انك تكون على المستوى، ما يكون في خبره كبيره أكيد. حدك وهيدي الشغله يعني بتوقع المهم. باغلاط، بس هول الاغلاط اكيد رح تتعلم منهم، وللايفنت الجاي رح ما بقى تعمليهم وتعملي شيء احسن بكثير. حلو كثير. الموسيقى يعني بالنسبه لك كان هدف من الاول؟ الموسيقى كانت لا كانت هوبي. كانت باشا كانت سوري شو بقولوا هوبي. هوبي. من بعد ما ربحت الكاريوكي وورلد تشامبيون شيبس قررت انقلها من اماتور لبروفيشنال، صرت عم غني بالنايت كلوبس، صرت عم بيطلع لي ريفينيو من وراها. شو درست مارك؟ ارشيتكتور بالقلبة، وتخرجت من السنه الماضيه. اشتغلت على الارشيتكتور، يعني اختصاص منه هين ابدا، وهلا ما عم تشتغل بالارشيتكتور؟ هلا صعب شوي الموسيقى بدها وقت على الاثنين، بس انا بالجامعه كنت عم ضلني لحق على اثنين لانه ضروري اتخرج، وبنفس الوقت ضروري حقق حلمي كمان اللي هو الغنى. حلو كثير. رح نشوفك بي ذا فويس ونرجع نشوفك كمان بمراحل ثانيه، خلينا نشوف.
She's the giggle at a funeral with everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner if the heavens ever did speak. She's the lie through mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey, amen, hey, amen, hey, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can chop in your knife. Offer me that death as death gets God, let me give you my life. The madness and soil. اللحظة. وي. بس قبل هيدي اللحظة شو اللي خليك دفعك انك تفوت على ذا فويس يعني او شو الطريقة اللي كان لازم تسلكها لحتى اللي تفوت على انا ما كنت منتظر فوت على ذا فويس هالسنة. قلت انا بنطر لسنة الجاية بركي بشتغل شوي اركتكتير وهيك. بس كان قرار بس انك تفوت على ذا فويس؟ لا انا اجتني اوبورتيونيتي اكيد كان قراري مش يعني بس بدك تفوت هلا على ذا فويس وقال ما بعرف شو لا اكيد انا رجعت قررت فوت على ذا فويس بس ليش قررت هيدا؟ اوبورتيونيتي لانه قال الهيد اوف كاستنج تبع ذا فويس كنت حكيته هبه توج عني ف اوكي لهيك فتت اوكي فاذا هالمواهب اللبنانيه عم تبين يعني صار عندنا صيت كثير حلو بالموسيقى ب ذا فويس فرنسا ان شاء الله يكون عم يتوج هالمره كنا عم نحكي عن اللحظه مهمه اللحظه بس انتوا عم تكونوا عم بتغنوا بالبلايند تيست وأول شيء ما حدا برم وبعدين بلشوا يبرموا يعني كل هودي المشاعر وكل الأشياء اللي رح تفكر فيها ما رح تأثر على أدائك ولا أثرت؟ أنا بصراحة ما كنت يعني عم بغني بس مش ما عم بتطلع بأربع أشخاص قدامي في عندك جمهور كامل قداميك وكانوا مكيفين فكنت كتير مبسوط لو ما برموا لو شو ما كان رح يكون إنه كتير مبسوط طلعت على The Voice تغني opportunity ما بتفهم يعني حلو خلينا نحكي شوي عن اختيارك للمدرب كنت من القبل مقرر انا جورو بالنسبه لي ايدول يعني بحبه كثير بحضر له كونسيرتاته لما يجي على لبنان وهيك صوته كثير سبيسيال ما في منه اثنين بلبنان لو بالعالم بلبنان ما في منه اثنين بالعالم حتى لو بدك تجرب تقلدي ما فيك لانه هو عنده اياها ناتشرلي ف حلم عندي انه كان يعمل لي كوتشينج ويعطيني من الاكسبيرينس تبعولته وصوته كثير قريب عنده هيدي البحه مثل اغاني اللي الاغاني الستيل اللي بحبه مثل الستيل اللي انا بحبه فرح ينقي لي بكون اكيد اغاني حلوه لإلي رح يفهم انا شو بحب مش انه هو طبيعي شو بده يفرض علي فهيك فاذا كنت مقرر من قبل وي يعني في حال بس كنت محتار بين جارو وفلوران اثنيناتهم فيهم يساعدوني هلا شو بخطوات الثانية بتكون؟ هلا الباتلز بده ينقي لي شخص معي ضد يلعب نغني نفس الغنية هلا بلشت تعملوا كوتشنج بلش الكوتشنج يعني انعمل ديجا يعني سجلناها قبل بس الكوتشنج بضل ماشي يعني مع المدرب كل الوقت؟ الكوتشنج بكره بتشوفوا اكيد مع جارو الكوتشنج فاذا اول شيء خلينا نشوف ليش اخترت هالغنيه بالتحديد لحتى لي تفوت فيها على ذا فويس وفي اي حدا من اداره البرنامج بياثر على الاختيار ولا اختيارك بيكون لحالك اكيد في عندك يعني كذا شخص عم بينقوا اغاني بركي نقيت نفس الغنيه بركي نقيت نفس الارتست
بدك تنقي غنيه هيت انه تي في شو اخرتها يعني منه عشان تغني بالبيت لحالك. ف بس لا انا هيدي الغنيه كنت حابب غنيها، غنيه جديده العالم مش سمعينا عم غنيها، ف وبتبين لي رينج من صوتي سوري بيعمل امباكت على ستيج. بس غنيه صعبه يعني ما بعرف انا ما مش بلاقيها صعبه، بلاقيها امبرسيف لما غنيها. وهالشيء يعني ترجم عند الحكام وشافوا انه في ايدنتيتي اكثر من انه بس موسيقى حلوه ولا صوت حلو. لقوا انه عملتها على طريقتي لإلي كثير بعيد عن الاصليه. هيدا الشيء كان مقصود ولا انت هيك بتغني؟ لا انه كل واحد بغني بستيله، فمش قصدها انه ما راح اعرف غني مثله للزلمه، بس كثير بيوقعوا بالتقليد. بيوقع بالتقليد يلي بعتقد بعضهم مبلشين وما بيعرفوا هن وين على المضبوط بالغنى. خلينا نشوفك مع ويتيم ار، مع ويتيم ار رح نشوفك. اوكي يلا. مختلفة كنا عم نقول وي. كليا بأجواء مختلفة كليا، كل غنية عندها كمان هي الايدنتيتي تبعيتها 100%. وكل غنية بحب أنا أعطيها ميلة من صوتي تانية، يعني مش ضروري كل الأغاني بين نفس الميلة من صوتي، عندي كذا فاس ديبندينج على الغنية شو عايزة. وهون كمان الأجواء كانت حلوة كثير، بس كمان في مشاريع جديدة، في موعد بالأولمبياد دو باري مزبوط 28 ماي، رح كون عم غني بالاولمبياد دو باري مع الف البيانو دو لوريون يلي هو الاونر تبع الويتيام ار، الشركه يلي بغني فيها. التيكتس عم ينباعوا بالفناك، بشجع كل اللبنانيه بفرنسا وكل اللبنانيه هون يروحوا يحضرونا، رح يكون شيء كثير هيوج. اكو حال الفرنسويه كمان رح يحضروك ان شاء الله. كمان عندك اغاني خاصه بلشت تشتغل عليها؟ مزبوط، عم بحضر غنيتين، وحده انجليزي ستيلا فانك ورقص وهيك، وحده فرنش كثير فيها معاني وايموشنز.
نحن بنتمنى لك كل التوفيق ان كان بي ذا فويس او باي اغنيه او البوم حتى نحن بانتظارهم كمان، ولكن كمان نتمنى انه بي ذا فويس مع كل مثل ما قلنا يعني الاصوات الحلوه اللي عم تطلع بي ذا فويس والسمعه الحلوه اللبنانيه بي ذا فويس انه تتوج هالمره بانك تكون الصوت انت مارك. بس بكل الاحوال بالنسبه لنا كلكم انتم اصوات رائعه وصوره رائعه لنا بالخارج. ميرسي كثير، شكرا لك. وقفي هلا ومنرجع منتابع الايف، خليكم معنا.